انا لك انا قومي الساعه ودي وربع قومي سبعة وربع قومي شو سبعة وربع ما قلت لك جميل ربط لي على ستة لك رابطها بايدي رابطها ليش ما رنيت الله لا يوفقك يا ارجيله ما في غيره اسمع جميل من بكره تشتري لي منبه جديد منبه اي منبه هلا فايقه على الفصحى طايق قلبي من الديوان قومي قومي فيق الولاد تاخروا هلا بيجي باص المدرسه فيقن انت وحضرن الفطور انا ماني فاضي عندي شغل وبلا شغلك اليوم خذي اجازه ما بقدر حبيبي جميل عندي وفد امري لله انا اليوم بفيق الولاد ثلاثه واعمل لهم سندويش تقبل قلبي حاضر واغلي لك القهوه كمان حبيبي يمدي حمد مشورة؟ لا مو موضوع مشورة بس بخاف ما يكون معك وقت تشربيها لا حبيبي اشربها طارق قوم بابا قوم الله لا يوفقك كم مرة فهمتك تتوى بهنيك قوم أبي قوم صباح الخير بابا صباح الخيرات تخنان صوتك يا عبنطجي واحد اثنين طالع لي سليم سلومة سلاليمو لك أرجيلة لك ايه قوم لك بعينك قوم ما بتروح على المدرسة مين بده يروح لك روح انت لك انا عم بدرسها حرة شو بدي روح ساوي هلا بالمدرسة ما بدي روح على المدرسة خليني نايم نحسان لك قوم خلصني حاضر قديش بده الاوتوكال يجي بده يعني شي تلت ساعة معناها ما بلحق بلا مدرسة ايه لا بتلحق والسندويشة شو بدك تاكل انت واخوك شو عنا عنا جبنة وعنا حلاوة وعنا زعتر بدي لبنة ايه خالصة اللبنة ايه معناها ما بدي روح على المدرسة ايه لا بدك تروح غصبا عن ابوك فهمتوا لا حاضر ايه قوم يلا يا جميل قوم بقى قوم خلصني هلا فوق يلا خلصني يلا غسل كم مرة كانك توا بلهنيك غسل وشك وبس بريتك يلا لساوي لكم الساندويش عونطجي قال بده لبنة مع انه ما بيحبها حامضين الزعتر يلا خلصني لك يلا يلا شو يلا سليم ما تلبس تأخرنا على المدرسة أحسن شو ما بدك تروح على المدرسة؟ بدي لك ليش مالك عم تستعجل؟ مشان بابا يوصلني بسيارته يا غشيم ليش شو بيعطوا كار؟ ما بحبه كله زحمة بقعدنا فوق بعضنا طلقت رميز المقدوس مقدوس؟ ما كرينا يا جميل يلا خلصنا أي شو خلصت؟ وينك؟ جميل اجا الاوتوكار تبع الولاد يلا حسن اوتوكار فولي يلا بابا نزلوا بسرعه سما شربت الحليب بكره بتشرب ما بصير لمعلمه عندنا لازم نشرب الحليب كل يوم الصبر بدك لمعلمه تزعل مني ما بتزعل تزعل لا ما بتزعل تزعل لا ما بتزعل تزعل سليم الاوتوكار عم يزمر وبده يمشي ها احسن عجبك هيك وهي مشي معلش بابا توصلنا بسيارتك اصلا هذا اللي بدك اياه يا ازعر ولي شبك بابا القهوه مكرينا يلا تعي نشرب قهوتنا ما طلوا غير نص فنجان يلا بعدين بغلي لحالي على مهلك حبيبي جميل ما قلت لك عجل شوي مشان ما يتاخروا الاولاد على الاوتوكار كل الحق على هذا الارجيلي قال بده يشرب حليب سليم ايه نعم سليم ايه بس سليم ما بحب الحليب شو هالحكي يكل عونطجي ليه اكيد هذا زمور سيارتي يلا باي بدك تتاخري اليوم
رح احاول اني ما اتاخر، بحاول الساعه 12 كون هون. لعمة ليش ما لحقتي تجي على المديريه؟ لحقتيني بالتليفون وبدك كوشه؟ عم تتوحمي على كوشه بالسته؟ لك منين بتجيب لك كوشه؟ اه منين؟ لحمة ما في كوشه، ما في كوشه، خلاص. درويش يا روح درويش. كلوني انت حلحين حلحين بس كنتي صحتين وهنا ان شاء الله. جيب لك واحد ثاني. ما بدي لك مثل ما بتامر يا جميل. اسلم لي الوش. يا فتاح العليم رزق يا كريم. الله يسعدك يا صباح. يسلم قلبك. لك يسلم قلبك وهي القهوة. شكرا. يسلمون. تفضلي يا قمر. هاي قهوتك مرة وحبيتها. مثل ما بدك، من مرة ثانية بنجيب لك وحدة أحلى. الله يعطيك العافية. يسلمون. يسلمون. بدكم شيء. سلامتك يا قمر. لا تطول علينا. على أبري أم وبنتها إن شاء الله. صباح الخير. لك تسلمي لي وأنت لابسة الكذب وأنت بدون كذب. يتهنى جوزي كيفي كومبليت. يا صباحي. شو هذا حسين؟ تعالى صباح الخير. صباح النور. صباح النور. ما في شلونك، شلون أمك المريضة؟ يا حسرتي علي أنا. أنت أنا جميلة مريض. على عيني أستاذ. الحمد لله. البريد لو سمحتي اطلبي لي هالرقم وحولي لي اياه بسرعه. مو على عيني. قلت بسرعه لو سمحتي. وقولي له درويش يساوي لي قهوه. تكرم عينك استاذ. هلا انا بجيب لك اياها بدياتي. لا درويش، خلي درويش يساويها. على عيني. بسرعه. يرجى الموافقه مع عدم الموافقه. وردة الحب الصافي. أحلى وردة. لا أحلى وردة. قول صباح الخير بالأول. صباح الخير وبس. لك صباح الفل والياسمين والزنبق والمنتور والورد يا وردة. أستاذ سالم، أكثر من مرة صرت قايلت لك لا تجيب لي ورد، ما بحبه. بتغاري منه؟ قصدي هو بيغار مني. لك فشار فشر وخسئ الورد مهما كان حلو انه يوصل لجمالك. تفضلي. شو رايك احكي لك مع مرتك على غرفه المحاسبه؟ خليها تيجي تسمع الحكي اللي عم تحكي لي اياه. لا ببوس ايدك، كل شيء الا مرتي. امبارح بالزور حتى تصالحت انا وياها وراضيتها. روح اقعد بمكتبك لكان. بروح، بس على شرط انه تاخذي الورده مني بالاول لانه انا عطفتها على اسمي. تفضلي. هيا اخذتها. لا قلبي. ما معقول هيك سويتي؟ رميتي الورده على الارض؟ طلعي على الوردة وهي على الأرض، شوفي شلون عم تبكي. هيك بتزعلي الوردة منك يا وردة؟ آنسة وردة لو سمحت. لا لا مالك حق، مالك حق تزعلي الوردة يا آنسة وردة. تفضلي بوسيها وصالحيها. لا أنت زودت كثير. بوس إيدك كل شيء إلا مرتي. امبارح ما صدقت أنت خلصت من حلقة. روح اقعد على مكتبك. بالأول خدي مني الوردة شميها، ريحتها حلوة كتير. شمميني اياها. روح القطة وشمها. مرتي منال، مرتي منال بنت حلال. انا كنت جاي لعندك على المكتب. خير؟ ليك كنت جاي لعندي على المكتب؟ مشان تبع مشان اقدم لك الوردة. تفضلي. من لك هاي؟ هاي من ال عم بسألك ما ترد من لك الوردة الحمراء؟ اللي هنا من الحمراء. من ال لك شبك متلبك، مين هدتك ياها؟ وردة
قصدي الآنسة وردة. الله الله، هذا اللي كان ناقصنا. عم تهدوا بعضكم ورد احمر كمان. شو انسى وردة؟ اذا كنتي لهلا مانك قادر تلاقي عريس بتلطشي رجال من نسوانا؟ ارجوكي مدام منال ما في داعي لهالحكي. بالله انا حكي بتحبي حكيكي يا؟ شو معنات انسى مثلك تهدي رجال متجوز وردة حمراء؟ الا اذا كان بتلطشها من مرته. غلطانه كثير يا مدام، انا ماني مضطره التش واحد مثل هاد من مرته. بعدين لمعلوماتك انا كل يوم بتقدم لي عريسين وما برضى فيهم، لذلك ماني مضطره التش رجال. الله يبارك لك فيه حلو مثله منك. واذا بدك تعرفي قصه الورده الحمراء جوزك قدامك ساليه. هات لي شو بتحكي لي؟ شو قصه الورده الحمراء؟ روقي مشان تقدري تستوعبي القصة. لا أنا كثير هادية. هي كل القصة وما فيها إنه في مراجع الصبح كان جاي لعند وردة، قصدي الآنسة وردة، مشان ياخذ معاملته، وكان جايب لها الوردة الحمراء لوردة، قصدي الآنسة وردة، قامت هي رفضت تاخذها. لما رفضت تاخذها قمت أنا أخذتها مشان ما أكسفه، بتعرفي الخجلة يعني كثير صعبة، قمت قلت لحالي باخذها أنا مشان أقدم لك، وكنت أنا جاي لعندك مشان اعطيك الورده. الورده ها، وليش كانت الورده واقعه على الارض؟ على الارض اي مزبوط، كانت واقعه على الارض صحيح. شو كانت واقعه على الارض؟ هي لانه لما ورده، قصدي انسه ورده، رفضت تاخذ الورده من المراجع، قام المراجع زعل كثير، قلت له اعطيني اياها، قام راح هيك زتها على الارض وقال لي روح خذها. بتعرفي يعني الرجال قليل ذوق والخجله صعبه، وخاصه اذا كان رجال. فعلا. لشوف قلي ليش الصبح طلعت من البيت قبلي وما استنيت إننا نرجع الشغل سوا؟ مريت لعند أمي قبل الدوام. ها، وليش مريت لعند أمك بقى؟ شي حلو، شي حلو. بدك تحاسبيني كمان إذا مريت لعند أمي؟ شوفي ما بسمح لك تتدخلي بنوب بيني وبين أمي. هي أمي وبزورة أنت ما بدي، لأنه أمي أم، والأم مدرسة إذا أعددتها. أنا ما عم قلك ليش زرتها. بزورة أنت ما بدك، أنا عم بسألك ليش زرتها. شي حلو، وليش الواحد بيزور امه؟ يعني لازم يكون في سبب لحتى الواحد يزور امه. هيك خطر على بالي، اشتقت لها، قلت لحالي مر لعندها واشرب انا وياها فنجان قهوه واطمن عليها، لانه مثل ما بتعرفي انه الجنه تحت اقدام الامهات. ثاني مره وقت اللي بدك تروح لعند امك قل لي بنروح بنطمن عليها سوا. ها هيك من الاول حاكيني بتمون لعيونك. تفضل يا حلو. شكرا. عفوا وردة. شو مبين راجع من عند جوزك ومعك وردة؟ مين هداك اياها؟ جوزي. وعرفتي وين كان قبل ما يجي على الشغل؟ كان عند امه. بس قلبي عم يقول لي غير هيك، اكيد عم يكذب. انا بعرفه، بس يلطش بحاله بكون عم يكذب. يا منال يا منال كبري عقلك، يكون محل ما يكون، لا تنزع عيشتك بايدك. لازم اتاكد. اعطيني خط اذا بتريدي. الو، مرحبا مرت عمي، كيفك؟ بخير، والله مشتاقت لك كثير. الحمد لله. مين سالم؟ ليش ما كان عندك الصبح؟ انت متاكده؟ لا عفوا مرت عمي، مو قصدي، بس لانه هو قال لي انه بده يمر لعندك الصبح قبل ما يجي على الشغل. ايه الظاهر انه شغل بشي شغله ثانيه. ماشي بنجي لعندك اليوم. اهلا مرت عمي، مع السلامه. قلت لكم قلبي عم يقول لي انه سالم عم يكذب علي، ما صدقتوني. بسيطه بسيطه يا سالم، انا برجيك. منال كبري عقلك، نحن هون بمكان عمل وما بصير تتقتلي انت وجوزك هون. هلا بتروحوا على البيت وبتتفاهموا. ما بقدر اصبر للبيت، هلا بدي اعرف وين كان ليش عم يكذب علي. يا منال طولي بالك، تعي للبيت. يا لطيف هالبنت شو على قليل، لك الله يعين جوزي عليها. صدقيني بحياتي ما سالت جوزي لا وين رايح ولا منين جاي. انتوا الاثنين غلط، اثنيناتكم مزودينها، هي بالغيره وانت باللامبالاه. شاي نص كيلو. الو. وبدنا. نعم استاذ. رز. نعم استاذ. كيلو. المدام نجاح؟ صار. لا ما أنا بالمكتب. 75. يمكن وصلت على النسخ. لا اجت من الصبح استاذ. رز. حاضر. هلا بس تجي بقول لها جيب لك القرارات. حاضر استاذ.
وانا دورة 15. لك وين لهلا؟ قلت لها لا تروحي، بيرجع بيطلبك المدير الا راحت، ما بتبطل لها العادة. 115 هلا اذا رجع اتصل شو بدي اقول له؟ ست ليلى عم بحكي معك حبيبتي، شو اعمل؟ لا تعملي شيء، خليه عاقبها، بركي بتبطل من هالوظيفة. الله منعم عليها وباعت لها رجال تاجر، شو بدها بهالوظيفة؟ هلا بدي اشتغل فيكم انتم ثلاثة، الله يعدمني اياكم يا رب، انت مين عبدك يا منين؟ شو؟ صباح الخير. اهلين وردة، شو بك شايفتك مزعوجة؟ شربوني قهوه. تكرم عينك، بس قولي لي شو اللي زعجك؟ الست منال. شو بك؟ قال بدي اخذ لها جوزها منا، ما قالي لها النص نصيص، شايفت لي حالها فيه وخايفة عليك كأنه ألم دلم. يا عيب الشوم علي على هالحكي، صحيح ما بتستحي، ما لها حق بنوب. معقولة أنا أطلع بواحد مثل جوزها؟ لا طبعا مو معقولة، بس منال شكاكة، بتشك حتى بخيالها. جوزها ماله سهل بنوب، مو مخلي موظفة بالدائرة تعتب عليه، الحق معها تغار عليه. أنا شو ذنبي؟ هو بيحاول دايما يتودد لي، بس أنا بحياتي ما أعطيته وش. إذا متضايقة منه انتقلي من عنده. يا والله ليلى عم تحكي صحيح، انتقلي، شو قال لها جابرك تتحملي غلاظات وغلاظات مرته؟ درويش؟ سمك هيك كاننا نتف وبطلنا الرأس، ما في كلام، وانتي إذا ما بتجوز عليكم وحدة رابعة ما تقوليش في درويش الملكعي، أنا بوجيكم. الله يعينك يا درويش. اسمعوا لإلكم أنا ما بنتقل من محلي، شغلي عاجبني ومكتبي مرتاحة فيه، خليه هو ينتقل. وسالم بيقول نفس الشيء، معناها ما رح تنحل المشكلة، وهي سيد درويش بطل يعمل قهوة. ما تأخرت ما هيك؟ الحمد لله اللي اجيتي. خير شو في؟ المدير سأل عنك. يا فتاح يا عليم شو بده؟ بده القرارات اللي كلفت بإعدادهم امبارح. قولي لسه ما خلصت. إيه لكن يلا قوام عادي خلصيهم قبل ما يتصل، قلت له خلص ويلا عشري. إن شاء الله قلتي له بدي اطلع برا الدائرة. لا معقولة؟ لكن شو قلتي له؟ قلت له رحتي على النسخ. أي منيح برافو عليكي الله يرضى عليكي. بس وينه؟ هيك بدون هيك بدون. إيه يلا. بسيطة. الحمد لله مانو هون. وينو؟ مين؟ مين يعني؟ جوزي. والله ما بعرف. لكن مين اللي بيعرف؟ أنا؟ شو بعرفني؟ هلا فت على غرفة أنا. وين كنتي؟ شو دخلك وين كنت؟ كنت محل ما كنت، ما تركتك كنت وجوزك مشان تتفاهموا. شو ما حكالك قصة الورد الحمراء؟ حكالي. رجاني يا مدام تفهميه بطل هالحركات. أنا حركات؟ حركات الورد الحمراء. شو بها؟ ما عم تقولي حكالي؟ إيه ما في مانع تحكي لي إياها مرة تانية. جوزك يا مدام فات الصبح على المديريه وبايده ورده حمراء واعطاني اياها لي انا. ولاني انا بخطف الرجال من زوجاتهم، ولانه انا ما بتقدم لي عرسان رفضت اخذها وزتت له اياها على الارض. لذلك يا مدام بتفهمي جوزك انه يبطل هالحركات، والا انا بدي اعرف كيف لاقي له حد. دراسات اذا بتريدي انسى ورده تركينا لحالنا شي خمس دقائق بس. حاضر. وردة عفوا انسى وردة، ما في داعي تركي حالك، بطلع انا ومرتي لبرا بنطلع. قلت لي المراجع قدم لها الوردة لوردة ورفضتها. برافو عليها، برافو. انسة بتعرف تلبس، قصدي بتعرف تحترم نفسها. وانت ايمتى بدك تصير تحترم حالك؟ لا لا يا منال، شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ ليش انا ايمتى كنت ما احترم نفسي؟ ليك سالم لا تكذب علي، وردة حكت لها قصة الوردة. شو الحكي اللي عم تحكي؟ شلون وردة حكت لك قصة الوردة؟ ليش الوردة بتحكي؟ شو سالم ما تلف الدور علي، اللي وين كنت الصبح قبل ما تيجي على الدوام؟ هلا بدك تحقق قصة الوردة ولا قصة وين كنت قبل الدوام؟ لا هيك ما بيصير، نقي لك موضوع وحقق فيه، أما تخلطي الحابل بالنابل هيك ما بيصير، أنا بضيق. بلش لشوف بقصة وين كنت الصبح قبل ما تيجي على الدوام. ولمعلومك انا اتصلت بمرت عمي وقالت لي ما شافتك اليوم بنوب. اتصلتي بمرت عمك؟ يعني امي؟ امي؟ لا كثير هيك، شو بدك اياها تقول عني انه مالي حسنان قضبتك؟ شوف سالم ما طلع لي بالعالي، اللي وين رحت الصبح قبل ما تيجي على الدوام؟ يا انسة عفوا يا مرتي، انا امتى ما بدي بروح وامتى ما بدي بجي، عرفتي ولا ما عرفتي؟ هون محل شغل مو بيت، اتفضلي اقري شو مكتوب هون على الباب. شو مكتوب؟ دراسات. حلقي ماشي الحال يا سالم، ما بدك تحكي بسيطة، برجيك بالبيت. ايه يلا تفضلي. خلص المشهد الله يعطيكم العافية، تفضلي. خير منال ليش عم تبكي؟ ليش يعني عم نبكي منه؟ انت قتلتي انت وجوزك ما هيك؟ الله يهديكي،
لك قلت لك لا تروحي ولا تسألي وعملي حالك انك مصدقتي وانه كان عند امه. كيف بدك يعني صدق بعد ما عرفت انه كان عم يكذب علي؟ لا كان هيك احسن تتخالي انت وياه وتسمعوا صوات كل العالم للي بيسوى اللي ما بيسوى، هيك احسن. ماشي الحال بسيطة يا سالم، أنا برجيك بالبيت. اسمعي مني منال ولا تكبري الموضوع، لا تفرجيه ولا بيفرجيكي، انسي الموضوع كأنه ما صار شيء. مستحيل. إيه ما بكون منال هزي إذا ما بزت لك استشوار بالبانيو وأنت عم تتغسل يا سالم. ماشي الحال. صباح الخير يا صبايا. يسعد صباحك. اهلا استاذ وسيم، اهلا وسهلا. وصل 25 كشكو شكوكو. مرحبا. اهلا استاذ وسيم. الماما كيفها؟ الحمد لله. هلا عافية لك ياها. الله يخليك. في حدا عنده؟ لا تفضل. يقبرني هو ورفقاته. اهلين وسهلين. اهلين بالكاتب العبقري والمؤلف الفز. شو اخبارك؟ اهلين وسيم، انا داعي لك الحمد لله، انت شو اخبارك؟ بلشنا بسباعية جديدة. ايوه مثل العادة بتبلشوا بسباعية بتنهونا اياها 11 جزء، وكل جزء شيء 2000 حلقة. اكيد رح تكتب مكسيكي لسه، شو بتحب تشرب؟ حي الله. أنسي أمل. نعم أستاذ. يا ريت تقولي له لدرويش يجيب لنا 2 قهوة. أنا عيني وصيته عليهم. يا أخي بتفهم. هالسكرتيرة كتير 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 مريحتني، شافتك جاي لحالة وصيت درويش على القهوة مريحتني. بيجوز مريحتك، بس قلي شلون عم تقدر تطلع في وشها؟ شلون؟ ليش شبه وشها؟ شبه وشها؟ وشها مو وش سكرتيرة بنو. لك يا أخي السكرتيرة لازم تكون حلوة، وشها بينفش نفش بينمع مشان تفتح لك قابيتك عالشغل. لا أنا هيك مرتاح. اسمع مني ولاقي لك شي سكرتيرة غيرها حلوة. ها وسيم انا مو لازمني سكرتيره حلوه. يا اخي ليه هيك حيوانه؟ اتلحلح لك شويه، هاي شغله الخجل مو حلوه بنو. لا انا يعني ما بخجل من الحكي مع النسوان مثل ما لك مفكر. لا بس انا ما بحب طق حلك معه. سكرتيرته مو بشعه بس، وكمان عقلاتك بخبطوا. عجبتني تنهجر. ايه سيدي انا اليوم جاي اعزمك على الغداء. اخ وشو المناسبة؟ شلون هبط عليك هيك الكرم فجأة يا حاتم طيب؟ رفيقنا سمير بكرة مسافر على الكويت، وأنا عازمه على الغداء وعامل له إياها وداعا، وقلنا لحالنا بتكون معنا. أنا ما بقدر. ليش أخي ما بتقدر؟ مرتبط بشي موعي؟ هذا يا سيدي هنا طبخت لي كوسة محشي بناء على طلبي، بتعرفني إني بموت على الأكلة، ما حلو أتركها وتغدى برا، بعدين تزعل. اسمع لقلك، شو رايك جيب سمير وتجوا تغدوا عندي؟ انا ما بحب الكوسه المحشي. لك اخي بجيب لك بروستين، قتلك بطنك، هلا مشكلتك اللي هي. لك اخي مو حلوه، عازم سمير على المطعم. ايه على راحتك. شلونك انت وهنا؟ ان شاء الله ماشي الحال. كل ما لنا من سيء لاسوأ. لا 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 لا، ليش بقى؟ هذا يا سيدي هنا كل همه بهالدنيا شغله، بتقول كاني مو موجود، مو حاسه فيه، علي ما علي اذا بتشوفني مع احلى وحده بهالبلد، ما بيهز رمش عينه. شلون بده يهز رمش عينه وانت حاططني سكرتيره مثل شمارين الساحره؟ بعدين الحق عليك انت اللي لازم خليها تشعر فيك وتهتم بامورك. طيب شلون؟ شو شلون؟ بقرب عنك شلون؟ هلا مالي فاضي لك، عندي موعد مع مخرج بعد ربع ساعه. وسيم لا تمطمطوا. شو ها؟ المسلسل. شبك حايصة شبك، بعد شوي رح تصير الساعة 11. ها هي أول مرة بتصير الساعة 11 والله. لك لا بس بعد نص ساعة رح يلتقوا. مين بده يلتقي مع مين؟ جوزي اللي ما بيتسمى مع حبيبة القلب. شو عرفك إنهم بدهم يلتقوا بعد نص ساعة؟ امبارح سمعته على التليفون عم بيوعدها اليوم الساعة 11 ونص. حق عليك هالخاين الغشاش. الحق عليكي انتي. حق عليكي. ايه الحق عليكي. كيف بقى الحق عليكي؟ لو انك مالتي له وقته وشغلتي له كل تفكيره ما كان في على غيرك. بالله ايه؟ وشو بدك يعني ساوي له اكثر من يلي عم بعمل له اياه؟ بحياته ما طلب مني شغله ورفضت له اياها. ما بيطلب مني طلب غير منفذ له اياه. لا برد بوجهه ولا بجاكره ولا بتخانق انا وياه. يعني شو بده احسن من هيك؟ بيجوز بده غير هيك. غير هيك؟ شلون يعني غير هيك؟ ما بعرف والله، كل رجال بيحب نوع معين من النسوان،
وانت لازم تعرفي اي نوع من النسوان بيحب جوزك. يعني يمكن يكون بيحب المرأة المتمردة المتسلطة، او المرأة الحالمة اللي بتشاطره كل احلامه، او القردة اللي بتفهم عليه على الطاير. انت لازم تغيري سلوكك بحيث انك ترضي جوزك. قال جبناك يا عبد المعين لحتى تعيننا. انا لازم لاقي طريقة لحتى اخلص من هالفصعون اللي راح اليوم يقابلها. ما حدا بيخلصك منها غير جوزك، وجوزك ما رح يتركها ويرجع لك الا لتسدي النقص اللي شايفه هو فيكي واللي خلاه يدور على غيرك. ايمان انا حاسه حالي رح طق، رح انفجر، لازم امنع هاللقاء باي طريقه. لك شو بدك تساوي؟ رايحه اخذ اذن من عند المدير. الله يكون بعونها. يعني ما سهل على المرة بنوب بتعرف انه جوزها عم بيخونها. انا لو كنت محلها كنت بقتلها وبقتله، بذبحهم على الخالص. بس انا غير هيك، انا حلوه وبرضي جوزي. شو الحكي؟ ادخل. يعطيك العافيه استاذ جني. اهلا وسهلا. يا ريت ضلي بعيد اذا سمحتي، تحاكيني من بعيد اذا بتريد. انا داخله على الله وعليك. خير شو فيك؟ جوزي مات؟ لا بعيد الشر. جوزي يا استاذ متعبني كثير كثير. وانا بشو بقدر اخدمك يا مدام؟ بدي ساعتين بس اجازه اذا بتريد. لا عفوا لو سمحتي، لسه امبارح اخذتي ساعتين. ما بيصير هذا الحكي، الشغل شغل، دوام دوام. بس انا كثير مضطره لهدول الساعتين، لان امبارح تاكدت انه اليوم جوزي بده يقابل مره بعد نص ساعه بس، وانا قاعده بمكتبي ونار الغيره عم تاكلني اكل. انت بتغاري على جوزك كثير كثير يا استاذ كثير. الله معك، مو بس ساعتين، ثلاثة أربعة، أي وقت ما بدك. الله الله يجيرك. مع السلامة. خليكي عم تغاري عليها. مع السلامة. مع السلامة. يا هيك النسوان يا بلا، مو الحيط اللي عندي. إلهي تنحرقي بنار الغيرة اللي ببالي. شو صار معك؟ أخذت إجازة. وقفي وقفي شوي. لك شو بدك؟ مستعجلة ماني فاضية. المدير شلونه؟ كيف يعني شلونه؟ يعني رايق ولا مثلا؟ رايق رايق. باي. رايق لروح اخذ اجازه. ايه مدام ايمان، لشو بدك الاجازه؟ جوزي شبو كمان عنده موعد بعد نص ساعه، ما وعدي ونار الغيره عم تحرقك حرق. انا ما بسمح لها تقرب صوبي بنوب. قال قرب نار الغيره. قال الله عليك يا وردي. شو يعني انت ما بتغاري على جوزي؟ لا يو شلون، في وحده استاذ ما بتغار على جوزها؟ قال في مره ما بتغار على جوزها. قال ايه في الحيط اللي عندي. استاذ قصدي اقول انه انا ما بترك له مجال يطلع لغيري حتى غار عليه. شلون؟ بعرف نقاط ضعفه كلها وبستغلها. ليك استاذ الشهاده لله، يعني تقدم لي عرسان كثير كثار، كانوا العرسان اللي تقدموا لي، تقدم لي عقرب، تقدم لي دلو، تقدم لي سرطان وجوزاء برشي، بس انا اخترت عن سابق تصور وتصميم تكتكت على مهلي. اخترت الثور. بتعرف ليش استاذ اخترت الثور؟ بتعرف ليش؟ لانه الثور بكلمتين حلوين بتضحك عليه وبتحطه تحت بعضك. ليك كيف؟ مثلا امبارح جوزي اجى على باله محشي، طلب مني طبخه محشي. طيب معقوله ما اطبخ له محشي؟ بترضاها يا استاذ انه يصير في زعل بيني وبينه؟ لا لا طبعا ما بيهون علي يصير زعل بينك وبينه. هدول تبع الثور بعرفهم انا، كلهم بيحبوا المحشي وعقلهم ضيق ونرفوزين هدول كلهم. منشان هيك بدي اجازه. هو لا شك شيء جميل انك تهتمي بزوجك، بس المفروض انك توافقي بين شغل البيت وبين دوامك. يعني ما بيمنع تطبخي له للتور لبرج التور لجوزك المحشي بالليل. يا ريت يا استاذ يا ريت، بس جوزي ما بيحب المحشي الا طازة. قال شو بس يكون بايت تتغير طعمته. بيهون عليك طعمي محشي بايت ويدب الخلاف بيني وبين زوجي منشان طبخه محشي. يدب؟ لا شو يدب، انا ما بيهون علي يدب الخلاف منوب، بس الله يرضى عليكي بتفهمي لزوجك انه يعني ما يكتر طلبات المحشي، مره بالشهر بتمره. يلا روحي اجازه. شكرا كثير، شكرا كثير 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 استاذ. ماشي يا ريت بس تروحي وترجعي بسرعه مشان ما يدب خلاف بيني وبينك. لا تخاف انا جوزاء ما في اسرع مني بحفر المحشي. شبكة طالعة بسرعة؟ ما اتصلي قدامك؟ يا حرق حريش برج القوس، أنا شو بني؟ شو بكي لازقة حالك بهالباب؟ بدي فوت لعند الأستاذ جميل. ليكو عندك جوا، تفضلي فوتي. إي فايدة.
شو هالنسوان هدول؟ يا هيك النسوان يا أما بلا، وحدي نار الغيرة عم تحروقها، والتاني جوزاء قاتلي حال على ما ترضي للتور إلا برجة إلا جوزاء نيال جوازه. ليش أنا الله ما بعت لي وحدي مثله؟ وردة؟ آنسة وردة. وردة؟ قلت لك آنسة وردة. عفوا آنسة وردة، شو في لي هالقرار هذا؟ مزبوط ولا في شيء هيك خطأ؟ فرجيني لشوف. قرار صحيح ما في شيء. سلم. صياغة العبارة كأنه مو سليمة، شوفي هي 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 العبارة. العبارة صحيحة ما فيها شيء. ماشي، شكرا شكرا شكرا. لا مو طبيعية الجملة، شوفي تركيبتها شلون. هي بعد عني حاش تنزل فيني. طبقها لسه سردنا. شو هالكلمة؟ شو هالكلمة هاي؟ شو هالكلمة؟ ارجع لمكتبك ما ارجع. قرار صحيح ما في شيء. أنا كان قصدي إنه إيف الله يتوب علينا من هالمصلحة يا رب. يعطيك العافية عم سوردي. الله يعافيك أهلين. أهلا وسهلا. إن شاء الله ما عملتي خلطة. ذكرني باسمك لو سمحت. نسيم. شو؟ نسيم. نسيم؟ ادفع الرسوم ورجع لي اياها. شكرا كثير لك. زي مي يلا اطلع اطلع اطلع. ما حذرت حباب الله يخليك بس شوي. وبركي جت لماما وشافتنا. طمّا ما رح تجي هلا. وشو عرفها؟ اي معروفة كل مرة بقول بدها تجي قبلنا وما بتجي قبلنا. مستناها جوا. تفضل. حرفنا انت الاكبر. مو انت اصغر مني. تفضل تفضل. مشان واجبك اخي. يا اخي والله انا بحبك. تفضل انت قبلي. خلاص خلاص ما بيصير انت الاصغر. يلا تفضل. تكنولوجيا عالمية خبرات سعودية. أم كلثوم أنت عمري للسلامية وبالقانون. إحنا سمعناها ليلة الجنرال بتاعة سكة السلام. وأنا جوعان وأنا جوعان وبدي أكل. أخ وأنا كمان جوعان. رب الجوع شو كافي. شو بدنا ناكل اليوم؟ هلا وقت تيجي الماما تطبخ لنا الكوسة محشي. وش عرفك إنه غدانا اليوم كوسة محشي؟ ما سمعت البابا شو قالها الماما بكير؟ وليكو كاتب لها لا تنسي الكوسة محشي نحن. سمعت بس بتشعر إنه غدانا اليوم بيض مقلي؟ بشاريت. إيه هلا بنشوف. هيدوك شو حلوة. وانتي كمان جوعانة؟ شافتي بيض مقلي؟ تأخرنا وطال المشوار. تأخرنا بكز دورتنا. صارت الساعة 2:15 ولهلأ ما طلع من مكتبه. أنا رايح. الله معك أستاذ. أعطوا الشباب. لا خلاص كلوني. أنا رايح. مني على الكسرة. قلي امشي لوصلك معي بطريقي. عاش بدي اتذكر منك يا سفرجلي كلها عطب غصة. ويا على حظي طول عمرك يا عوجة عوجة. مع انه بشتهي اطلع معه بالسيارة ويهفهف شعري الحرير من الشباك. امري لالله لانزل اتمرمط بالمواصلات.
عشتك لعبوا عود اكتب وظايفك. خيلتني سليم. ما بدي اكتب وظايف اذا كنت جوعان. انا جوعان. طيب اتركي طيب وخليني اعرف دروس. طلع ادرس برا. طلع العب انت برا. ما بقدر بخاف ما اكسر الشغله بتتني امي. سليم عادي كنا بابوك فما في. يا وردي كنا فوقي صافي. ارجع لعندك ام محمود. مرحبا شربان. اهلين اهلين. شو اخباركم؟ ليش ما عم نشوفكم؟ بين الايادي نحن بين الايادي. يا لطيف يا جارنا، ابو تحسين شو بيحبك؟ دائما بيقول لي هل ابو طارق ما في مثله، سكره واحلى من السكره كمان. سلمي لي عليه عن اذني. ابو طارق دقيقه. خليك يا عمو خليك. ابو طارق. نعم. جرافتك كثير حلوه، من وين شاريها؟ بدي اشتري لابو تحسين مثله. ما بعرف، هنا اشتريتها، اساليها هي بتعرف عن اذني. ابو طارق دقيقه. بدك تطلعي مثلي. خليك يا عمو خليكي خليكي. أبو طارق إذا بدك تسأليني عن الطقم كمان ما بعرف، أنا هي اللي اشتريت الطقم والجرافي. إلك ولا للديب؟ الله يرضى عليكي، صدقيني إني ما بعرف، صدقيني إني ما بعرف. أنا دخلي على الله وعليك، اطلعي اطلعي. خليك يا عمو خليك. جارنا. جوزي طلع على التقاعد ولحد الآن ما مشي معاشه، بقى على اعتبارك مدير وأحلى مدير بالشام كلها، بركي بتدبر له شي وظيفة عندك. ما بيمشي الحال ما بيمشي الحال. ليش؟ لأنه جوزك متقاعد وما بصير يتوظف مرة تانية. بس أنت مدير بتدبرها. ما بتدبر معها. عن إذنك عن إذنك. عمو اطلعي يا عمو اطلعي. هنا 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 هنا. ماما لسه ما اجيت. واخوك وينه؟ متخبي جوا. ليش شو عامل؟ كسر بالله الصوره اللي فوق تختي. لا تزعل بابا، بساوي لك غيرها. تخنان صوتك ها؟ ارجيلي ارجيلي. ماما تغديتوا؟ اشتهيناكي. ايه وشو تغديتوا؟ كوسه محشي. طبختوا جميل؟ منيح ما فزر معك. هلا من كل عقلك صدقتي اني طبختوا. ليش انا من امتى بعرف اطبخ كوسه؟ طيب الاولاد شو اكلوا؟ الاولاد كانوا عم يستنوا مع ابون. شو كنتوا عم تستنوا؟ كوسه محشي. شفتي؟ يا حرام عليك يا جميل، يعني معقوله تترك الاولاد بلا اكل؟ اي بيكونوا ماتوا من الجوع. وعلى اساس حضرتك اليوم ما تتاخري مشان تطبخي لنا؟ وهي تاخرت، شو خربت الدنيا يعني؟ ما خربت الدنيا، بس انا والولاد رح نموت من الجوع. اكلوا اي شيء. مثل شو؟ حي الله. لك مثل شو؟ بقيان عنا ست بيضات. ها شفت؟ عم يقول بقيان ست بيضات، كنت قولي لهم ياهم جميل. لك شو قولي لهم ياهو؟ صوصنا، الولاد عم يكاكوا. ما بدك تغدي معنا؟ لا انا اكلت سندويشه بالشغل. غديهم انت جميل غديهم، ما فيها شيء غديهم. هات الشرط. عم اقول لك هات الشرط. شرط شو لا ارجيله؟ خليه هو يحكي لك. شو الشرط؟ لك كم مره فهمتك لا توا بخلقتي. قوم نقليهم الست بيضات قوم. ما بقي كوسه محشي. كله شغل كله شغل طبخ وفود ومعرف شو شو هون. كيكي 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 كيكي. بابا ليش ما عم تاكل؟ ماني جوعان بابا، باكل بعدين كله انتو. طب هما يا شيخ معك شايف وزعنا؟ لأن الماما ما طبخت لك كوسة محشي. طيبين هالبيضات. ألو؟ أيوة؟
ايه موجود تكرم عينك. جميل تليفون لك. مين؟ وحدة ست. ست؟ مين هي؟ ما بعرف ما سألتها. لك شلون ما سألتيها؟ خد احكي معه واسألها انت. شلون؟ الو؟ الو اهلين. اهلين امال. مين امال؟ امال؟ انت شلون شلون بتتصلي لهون؟ انا كم مره فهمك لهون ما بتتصلي. ايه خلص بكره. ايه بكره بكره. ايه بكره. عفوا هي سكرتيرتي اتصلت لهون، معني انا مفهمها لهون ما بتتصل، بس بدها اجازه لانه هي اما مريضه واما رجعت اما مرضت فاتصلت لهون. بس واذا كان سكرتيرتي هذا ما بيعطيها الحق ابدا انها تتصل لهون. طب حبيبي ليه مزعوج؟ وشوفي اذا اتصلت على البيت. يعني انت مالك مزعوجه لانه اتصلت؟ وليش لانزعج؟ لا يعني في نسوان كثير بينزعجوا اذا ستات اتصلوا زبطت اتصلوا برجالهم على البيت لانهم بيغاروا. ايه هيك نسوان عالم صغير. يعني انت ما بتغاري علي ام على الكبير؟ وليش لحتى غار؟ معناتها ما بتحبيني. كيف ما بحبك؟ إيه لو ما بحبك ما كنت تجوزتك. بس الغيره دليل المحبه. يا جميل انا ما بغار عليك مو لاني ما بحبك، لا انا ما بغار عليك لاني واثقه فيك وباخلاقك. هلا بدي اسالك سؤال، انت ما بتحبني؟ خير الله. ها معقول عينك تلعب على وحده غيري؟ مستحيل. خلاص ليش لحتى غار؟ لك رح تجننيني انت، اشتهيتك مره واحده بس تساليني وين كنت، ليش تاخرت، مع مين؟ وليش كل هالاسئله؟ مشان ضيق اخلاقك؟ لك لا، مشان احس حالي اني انا رجال بهذا البيت، اني انا رجال مو حياتك. علقيت انا مجربه، علقيت. انت ما دخلت تاعك من اكلات. بتعرف انهم رح يتقاتلوا؟ ما رح يتقاتلوا، هلا بيتصالحوا. هلا من شو؟ جميل لا تعملي خناقة على شغلة تافهة، قلت لك بحبك يعني بحبك. بحبك يعني بحبك. ما قلت لك رح يتصالحوا؟ يا ريتني مشارطه. طول بالك لسه النهار ما خلص. اكل اهي. انت حسين لا تاخذيني، ما رح اقدر اساوي لك فنجان قهوه هلا، خلص البن من عندي ولسه ما نزلت لحتى اشتري بن انا. ايه يلا بلاها، اصلا صايره مالي عم احب القهوه كثير، عم احب الشاي اكثر. انا ما بحبه للشاي، يبعث له قتله. بس اذا جاي على بالك كاسه شاي ظريفه متحديات يطلعي جيبي لك كمشه وانزلي. لا طالما ما بتحبي ما رح لا اطلع ولا انزل. بشرب معك كاسه ما بتضر. لا بلاش شاي منوب. على راحتك حفظت. انه عجبك هالمنظوم؟ شو شايف حاله؟ مين المنظوم؟ جارك ابو طارق المدير، كانه ما حدا صار مدير غيره. ايش عمل معه؟ قال شو قنشته ودللته وتغزلت فيه؟ قلت لحالي بركي بدبر لي وظيفه لابو تحسين. ايه. قام قال لي ما بقدر وهرب وفات لبيته. يا لطيف ما انشف وشه. هي معك حق، وشو انشف من القريص يا لطيف. هو ومرته هنا وشهم انشف من بعضهم هن الاثنين. لا انا بحياتي ما شفت هيك جيران ما بيحبوا الخير لحدا. انه شلون مستحملتيهم بابهم على بابك؟ شو بدي اعمل؟ حظي هيك، روح كبتلي انا وحظي سوا. يا ريتني ما زليت نفسي ولا طلبت منه هالطلب، كسر بخاطري الله يكسر رقبته. لا حرام، بركي ما بيطلع بايده. لكن بشو بده يطلع؟ برجله؟ مو هاد قصدي ام تحسين، يعني بركي القوانين يعني ما بتسمح بذلك. القوانين ما بتسمح؟ وهو مدير ولو بده بركب اذن للقانون وين ما بده، بس هو ما بده يخدم. ايه حرقته للشخص. امي امسحي جريكي. امي ابتدوا اغيد عملوها. يو يسرقوا بدنك. امشي غيرينهم ام تحسين. يلا مع السلامه. يلا خاطر مع السلامه. امني تحتك انت وياها. فاضيت لك لانه انا ما اطيبهم هالبنات.
حياتي. يسلموا ايديك يحطيه على الترابيزة. اي تأمر أمر. ممكن أعرف ليش حضرتك تأخرتي اليوم ما جيتي طبختي المحشي؟ غصبا عني جميل، بعد ما خلصت من الجروب إجاني اجتماع طارق مع مدير السياحة، شو بعمل؟ وليه ما ليه ما اتصلتي فيه؟ ما قدرت، ما كنت عارفاني إنه الاجتماع رح يطول هالقد، بعدين إذا مشان المحشي بطبخ لك اليوم على العشاء. أصلا لو بتهمك راحتي كنت تركتي الاجتماع وجيتي طبختي لي المحشي. معقولة جميل؟ معقولة أترك اجتماع مهم ورسمي مشان محشي؟ لك مو الكوسة المحشي بيت القصيد. القصة وما فيها انك ما عدتي حريصة على تلبية رغبات زوجك والاهتمام بأموري شبني فصحى كمان. ولك انا عندي موظف اليوم ساعتين عم تبوس ايدي لاعطيها اذن تروح تطبخ لجوزها كوسة محشي مشان شو؟ مشان يضل رضيان عليها وما تطلع عينه لبرا. هلا رح تعملي قصة المحشي قصة ورواية مساكلة قلك. وانا ما عاد بدي اشرب قهوة. لا ما بدي. مرحبا. اهلين. اهلا وسهلا. اهلين. هنا موجوده؟ انا رفيقتها مها. اهلا وسهلا تشرفنا. تفضلي تفضلي. هنا 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 اجت رفيقتك هنا. اهلين 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 مها. اهلين. مرحبا. كيفك شو اخبارك؟ يا اهلين مها. ما عرفتكم ببعض، مها رفيقتي الجديده. زوجي زوجي جميل. تشرفنا. تشرفنا كلنا. اهلا وسهلا. شو لهلا ما لبستي؟ خمس دقائق بكون جاهزه لبين ما تشربي قهوه. تفضلي مها. اهلا وسهلا. تفضلي بيت بيتي. شكرا. يا اهلين يا اهلين. تفضلي سليها. هلا هلا لوين رايحين؟ ايه صحيح نسيت لك، عازمتني رفيقتي انا ومها وجوز متاخر. والمحشي بكره بطبخ لك اياه. صدقيني بكره عندي استراحه طويله، ما بطلع من البيت لاكون خلصت لك اياه. بعدين ما معقوله تاكله بالليل، الرز بينفش بمعدتك وبتتقلم وانت قدرتنا. لك هنا الكوسايات صار لهم كذا يوم محفورين ومحشيين، بجوز اللحمه تخم بالمحشي يا هنا. يا حبيبي ما راح تخم، هلا فوت انا لجوا وبعلي عيار البراد. مها خمس دقايق بكون عندك. سنيا وسهلا. أهلين. كيف الصحة أستاذ جميل؟ أهلا وسهلا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. طيب كيف الشغل؟ كيف الأولاد؟ ماشي الحال ماشي الحال ماشي الحال منيح يعني. بالضبط على الحالة بجوز تشتي. لا 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 لا